خلونا نتكلم عن الفنيات، ولما نقول فنيات يبقى احنا بنتكلم على دكتور احمد بيومي محلل الاداء في قناه النادي الاهلي. يا دكتور احمد صباح الفل على حضرتك. يا صباح الفل عليكم جميعا وصباح التوفيق ان شاء الله النهارده في المباراه. يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا يعني ايه بنسعد دايما بالاستماع وتامل، ده شرف لينا احنا، وبنتامل كده احصائيات حضرتك وارقام حضرتك واللي بنعرف من خلالها وضعنا عامل ازاي وكمان الفريق المنافس وضعه عامل ازاي. طيب خليني النهارده انا بشوف المباراه النهارده ان فيها جزء نفسي اكتر من الجزء الفني بكتير. يمكن هي طبعا من الدرجه الاولى تعتبر مباراه مهمه عشان هي تسبق بطوله كاس العالم للانديه، ومهم جدا ان شاء الله ان شاء الله النهارده الاهلي هيخرج بنتيجه ايجابيه باذن الله النهارده ان شاء الله. وخلينا نبني التحليل من مباراه النهارده من خلال ثلاث محاور رئيسيه. اول محور هنستعرض فيه مشوار الفرقتين وهنعلق طبعا مشوار الفرقتين خصوصا نادي بيراميدز. المحور الثاني خلينا نعرض برضو مقارنة تحليلية للفرقتين بوجه عام، وبعد كده المحور الأخير هنعرض فيه نقاط القوة ونقاط الضعف على مستوى اللاعبين. طيب خلينا الأول نستعرض مشوار الفرقتين. هنلاقي أن الفرقتين لعبوا 8 مباريات. النادي الأهلي ترتيبه الأول بفرق الأهداف طبعا، نادي بيراميدز ترتيبه الخامس، ويمكن هو بيشترك مع 3 انديه في نفس المركز، النادي المصري وانبي والمقاصه، هم الثلاثه هم الاربعه عندهم 13 نقطه مقابل 20 نقطه للنادي الاهلي. النادي الاهلي قدر ان هو يفوز في 6 مباريات مقابل 3 فقط لنادي بيراميدز، والهزيمه طبعا في هزيمه وحيده لنادي بيراميدز مقابل ان الاهلي ما تهزمش في ولا مباراه. الاهلي تعادل في مباراتين مقابل 4 مباريات تعادل لنادي بيراميدز. نادي الاهلي له 19 نقطه 19 هدف كاقوى خط هجوم زي ما قلنا قبل كده مقابل 11 هدف فقط لنادي بيراميدز. الاهلي دخل فيه 4 اهداف مقابل 8 اهداف دخلوا في نادي بيراميدز. يمكن من خلال المشوار اللي احنا عرضناه ده هنعلق على نقطتين. بالنسبه للثمان اهداف اللي دخلوا في نادي بيراميدز يمكن هي كانت اخطاء واضحه جدا من قلبي الدفاع، سواء كان في تمركز خاطئ اثناء العرضيات او تمركز خاطئ برضو في الاختراقات من قلب الملعب. وبرضو نقطة تانية يمكن ممكن حضراتكم تتفقوا معي فيها ان على الرغم ان النجوم اللي بيضمها نادي بيراميدز الا ان هو قايم بدور غير ايجابي في بداية مشواره في الدوري، ولو ده ليه دلالة بيبقى ليه دلالة واحدة جدا ان كرة القدم هي منظومة متكاملة، انها مش مجرد اسماء، ولكن انت لازم يكون وراك ادارة، لازم يكون وراك جهاز فني، لازم يكون وراك جماهير. فهي كرة القدم هي منظومة متكاملة ومش فقط بتعتمد على النجوم اللي موجودين داخل البساط الأخضر. ده كده يمكن احنا عرضنا سريعا مشوار الفرقتين في الدوري. هننتقل بعد كده للنقطة الثانية اللي هي هنعرض فيها مقارنة تحليلية للفرقتين عشان نقدر نقف على الأسلوب المتبع لنادي بيراميدز والنادي الأهلي ونشوف ايه الأرقام اللي الأهلي متفوق فيها. هنبص برضو هنلاقي ان معدل الاستحواذ، هنلاقي ان الاهلي معدل استحواذه خلال الدوري 60% كمعدل استحواذه، احنا برضو عرضنا قبل كده ان الاهلي اكبر فرقه في الدوري دلوقتي بتقدر تعمل معدل استحواذ مقابل 58%. الجدول اللي قدامنا مش مع هنلاقي ان الاهلي متفوق في كل الارقام، بس ده مش بيقلل من المنافس على فكره، لان هنلاقي ان المنافس قريب برضو منك، يعني 60% للنادي الاهلي برضو مقابل 58% للبيراميدز. هو 58% ده برضو رقم كبير، هو فريق برضو بيلعب على الاستحواذ من الدرجه الاولى. هنلاقي برضو ان كل رقم هنعرضه مرتبط بالرقم اللي قبله. يعني ايه؟ يعني هنلاقي ان معدل الاستحواذ لازم يكون مرتبط بمعدل التمريرات. هل انا استحواذي ده انا قادر ان انا اترجمه لمعدل تمريرات عالي داخل الملعب ولا لا؟ فهنلاقي ان الاهلي برضو عنده معدل التمريرات 618 تمريره مقابل 548 تمريره لنادي بيراميدز. بعد كده هنخش على الرقم اللي بعده اللي هو معدل الفرص. هل انا قادر من خلال استحواذي وخلال تمريراتي جوه الملعب ان انا اخلق فرص على المرمى واكون ايجابي ولا لا؟ هنلاقي ان الاهلي برضو عنده 11 فرصه قادر ان هو يخلقها داخل ال 90 دقيقه مقابل 7 فرص بس لنادي بيراميدز. بعد كده من خلال الفرص بيبقى في اهداف انا متوقعه من خلال الفرص دي ان انا احرزها، سواء كانت اهداف صعبه او اهداف سهله. فهنلاقي ان الاهلي برضو معدل اهدافه المتوقعه 2.5 مقابل 1.77% لنادي بيراميدز. طيب هنلاقي بعد كده برضو ترجمه بقى كل الارقام اللي فاتت دي، انا قادر فعلا بقى ان انا اسجل اهداف ولا لا؟ هنلاقي ان برضو النادي الاهلي كاعلى معدل تهديفي 2.4 مقابل 1.4 لنادي بيراميدز.
دي كلها تعتبر ارقام هجوميه. طب على المستوى الدفاعي، على المستوى الدفاعي لان الاهلي دخل فيه هدفين فقط مقابل 8 اهداف بمعدل هدف كل مباراه لنادي بيراميدز، ودي النقطه المهمه جدا جدا ان شاء الله الاهلي هيلعب عليها النهارده سواء على قلبي الدفاع او حارس المرمى، كنقاط ضعف واضحه جدا من خلال الاهداف اللي دخلت مرمى بيراميدز. الو، احنا سامعينك يا دكتور احمد، احنا ساكتين، احنا في حاله صمت بليغ عشان نعرف نتامل كده الكلام اللي حضرتك بتقوله. بس انا عايز اسالك على حاجه الحقيقه، طبعا بعيدا عن الارقام والاحصائيات اللي هنرجع لها تاني اكيد خلال لحظات، بس انا بيتهيأ لي برضو، مش عارف حضرتك ممكن تتفق معايا ولا تختلف في وجهه النظر دي، ان الفرق بشكل عام وفرق زي بيراميدز بصفه خاصه تاني بعيدا عن الارقام والحسابات الورقيه قدام النادي الاهلي في اي مباراه ليهم، يعني قصاد النادي الاهلي ما عندهم، وساعات كتير ممكن الانطباعات اللي احنا ممكن نكون خدناها بناء على الارقام والاحصائيات لمبارياتهم السابقه تختفي تماما ويستجد جديد في المباراه نفسها. مش ده بيحصل؟ حضرتك لخصت كل اللي احنا عاملين نقوله ده فعلا. اي فرقه تيجي قدام النادي الاهلي بتعمل له الف حساب، وبتبقى بالنسبه له هي دي المباراه اللي يقدر يعرض فيها لعيبته وان كل لعيب يقدر يأدي اكتر حاجه عنده. ولكن الارقام احنا بس بنقدر نستفيد منها في حاجه، ان احنا نعرف شكل الفرقه وايه اسلوبها في اللعب. طبعا يعني هل دي فرقه استحواذ، هل دي فرقه فعلا بتسيب الكره للفريق المنافس وبتلعب على الهجمات المرتده، هل عندهم عرضيات كتير. لكن الاسلوب العام، الاسلوب العام بيتغير، وكل لعيب النهارده بيبقى بيقاتل في المباراه دي بالذات، سواء اللي هي بيسموها مباريات القمه، سواء الاهلي سواء الزمالك، بيجي قدام الفرقه الكبيره دي ويبتدي يطلع اقصى طاقه عنده. ففعلا كلام حضرتك مظبوط 100% على فكره. جميل. طيب هننتقل بقى للنقطه الثانيه بعد ما قارنا ما بين اسلوب اللعب الفرقتين، هنبص لنقاط القوه ونقاط الضعف على مستوى اللاعبين. طيب النهارده رجع لنا طبعا كابتن محمد الشناوي، دي نقطه قوه كبيره جدا وهتدي تقل داخل الملعب. لو جينا قارنا بين كابتن محمد الشناوي وشريف اكرامي هنلاقي ان الاثنين، محمد الشناوي لعب 7 مباريات مقابل ان شريف اكرامي لعب 8 مباريات. محمد الشناوي دخل فيه هدفين مقابل 7 اهداف دخلوا في كابتن شريف اكرامي، وهنلاقي ان على مستوى الشباك النظيفه قدر محمد الشناوي انه يحافظ على الشباك النظيفه 5 مباريات مقابل 3 فقط لشريف اكرامي. ويمكن دي نقطه قوه لينا ونقطه ضعف لازم نستغلها برضو في فريق بيراميدز. طيب على مستوى بقى الدفاع، زي ما قلنا قبل كده ان هم دخل فيه 8 اهداف، فقلبي الدفاع عنده فيه مشكله، عشان كده احنا هنقارن ما بين بدر بنون وما بين علي جبر. ويمكن بدر بنون يعني لعيب انا بشايف انها صفقه هائله جدا، انه بيأدي بشكل هائل جدا مع النادي الاهلي، ما احتاجش وقت انه يندمج مع النادي الاهلي، وعنده ثبات انفعالي وهدوء يمكن منعكس بشكل كبير واضح في الاداء الدفاعي، ويمكن احنا بان جدا ان احنا افتقدناه الماتش اللي فات. لو جينا قارينا بينه وبين علي جبر كقلب دفاع برضه في نادي بيراميدز، هنلاقي ان هما الاثنين لعبوا 7 مباريات، نسبة التمريرات الصحيحة عند بدر بنون 95% مقابل 89% لعلي جبر. يمكن الرقم 95% ده رقم مهم جدا لقلب الدفاع، انه بيبقى عنده قدرة انه يبني الهجمة بتمريرات صحيحة من الخلف، وبرضه ده بيقلل اخطاء ان ممكن ان هو يعمل تمريرة خطأ فتؤدي انها يبقى هدف يدخل فيه. ف 95% ده رقم كبير جدا وواضح جدا على مستواه. طيب رقم مهم جدا برضه هنقارن ما بين الاثنين، هنلاقي الضغط على المنافس، وبدر بنون ضغط 10 مرات قدر انه يستحوذ على الكره 9 منها مقابل 15 و9 لعلي جبر. يعني في كل في 10 مرات قدر بدر بنون انه يضغط على المنافس فاز في 9 منها بانه يستخلص الكره من المنافس. ويمكن هنا واضح برضه التفوق لقلب الدفاع بالنسبه للاهلي مقابل قلب الدفاع لنادي بيراميدز. هننتقل بعد كده للنقطة الأخيرة وهي نقطة قوة بقى، نقطة قوة في فريق الأهلي ونقطة قوة في فريق بيراميدز، وهي مقارنة ما بين أفشة وعبد الله السعيد. يعتبر الاثنين هم صانعي الألعاب، والنهارده أكيد إن شاء الله هيكون لأفشة دور كبير جدا في المباراة. لو جينا قارنا ما بين الاثنين هنلاقي إن أفشة لعب 6 مباريات مقابل 8 مباريات لعبد الله السعيد. أفشة قدر يحقق هدف مقابل هدفين، وطبعا ده نتيجة ان في مباراتين ما لعبهمش أفشة. صناعة الأهداف قدر ان أفشة يصنع 4 أهداف مقابل 6 أهداف لعبد الله السعيد، والاثنين متساويين في التمريرات البينية 18 تمريرة بينية، ويمكن هي دي النقطة اللي النهاردة هيكون ليها كلمة عليا، التمريرات البينية اللي هيقوم بيها أفشة كصانع ألعاب ان شاء الله انه يبقى نطلع بنتيجة إيجابية بإذن الله في مباراة النهاردة.
دكتور احمد، يعني اكيد بنشكر حضرتك جدا انا وكريم، واكيد الناس كمان استفادت، ولكن انا هختم حضرتك بسؤالي، ويا ريت الاجابه حتى تكون يعني في ايجاز كده. من راي حضرتك من وجهه نظرك، من الافضل للمشاركه اليوم امام بيراميدز؟ هل هو محمد شريف ام والتر بواليا؟ خلاص، يعني احنا شايفين ان من المباراه اللي فاتت محمد شريف قدر ينزل وقدر يحقق نتيجه ايجابيه. من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري، ان ممكن والتر بواليا يبقى ينزل كبديل للشوط الثاني لو حصل عدم توفيق في الشوط الاول، لكن انا وجهه نظري ان محمد شريف ان شاء الله هيبدا نتيجه ان مستواه، وفعلا انه لما نزل الماتش اللي فات قدر انه يصنع الفارق، وكان بيأدي بشكل وبيبذل مجهود عالي جدا جوه الملعب، وبيروح على كل كوره، بيعمل تراي على كل كوره، مش مجرد لعيب صندوق فقط او لعيب 18 فقط، لا، لعيب كان بيأدي بشكل عالي. فوجهه نظري ان هو ان شاء الله يبدا النهارده. تمام، شكرا جدا لحضرتك دكتور احمد بيومي، محلل الاداء في قناه الاهلي.